أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، والبداية من صحيفة المدى، ونقرأ منها مقالا بعنوان ركب دراجته ومضى للكاتب علي حسين. يقول فيه: إذا كنت مثل جنابي تعيش في بلاد الرافدين، حيث ضابط برتبة عميد يمكنه أن يأخذ معه رتلا من الحمايات ليتجول في الكرادة وينظر بعين الرضا إلى حالة التعجب التي ترتسم على وجوه المواطنين، فأنت حتما ستشعر بالأسى وأنت ترى رئيس وزراء هولندا الذي ودع المنصب قبل أيام قليلة يخرج من مقر رئاسة الوزراء ليستقل دراجته الهوائية عابرا عشرات الحضور في الشارع. ويضيف الكاتب: هل ستشعر بالأسى مثلي أو تضحك على رئيس وزراء يرفض أن ترافقه عشرات السيارات المصفحة ومعها أفواج من الحمايات؟ ورغم كل هذه الكوميديا، فإن المواطن العراقي يفتقد لحكم ومآثر خاصة بإبراهيم الجعفري الذي اختفى في نعيم لندن بعد أن أعطى لهذا الشعب خطبا عن المارد وقمقمه، لكنه في النهاية قبض المقسوم وذهب إلى بلاده بريطانيا، فالعراق كان مجرد كعكة يجري تقاسمها مع الأحباب الأصحاب. أدرك وأعي أن الأحزاب ستضعني في خانة المتآمرين، ولكن اسمحوا لي أن أواصل حكايتي. فرئيس الوزراء الهولندي خرج من باب الوزارة بعد أن خسر في الانتخابات، لم يخرج على الناس ليعلن أنه سيستخدم الثلث المعطل، ولا حاصر مقر الحكومة، فقط ركب دراجته ومضى. هولندا التي لا تحمل سجلا تاريخيا يضم حكايات علي بابا والأربعين حرامي، ولم تصنع سفنا فضائية قبل 5000 عام مثلما أخبرنا العلامة كاظم الحمامي، لكنها اليوم واحدة من أثرى البلدان. أتذكر أننا في بغداد لم نعرف هولندا إلا من 3 أشياء: الرسام فان كوخ ولاعب كرة القدم يوهان كريف، والثالث هو السيد جيرالد فيليبس مؤسس الشركة الشهيرة للصناعات الكهربائية، والذي سيطرت عليه فكرة كيفية تحقيق حلم أديسون في تصنيع مصباح كهربائي، وهو الاختراع الذي أشاع البهجة في كل بيوت الكرة الأرضية باستثناء بيوت العراقيين. واليوم نسمع في نشرات الأخبار لا في راديو فيليبس أن هولندا لم تعد تصدر الضوء والفن فقط، وإنما كذلك نموذجا للمسؤول الذي لا ينشغل بخطب وشعارات فارغة، وإنما يسعى لاحترام المواطن أيا كانت هويته وطائفته. الآن نذهب وإياكم إلى صحيفة صوت العراق، ونقرأ فيها مقالا بعنوان صناعة الفاشينيستا والبلوغرات في العراق للكاتب فرات المحسن. يقول فيه: إن الكثير من شخصيات البلوغرات والفاشينيستات العراقية تتميز بتضخم الأنا على الرغم من فقرها الثقافي وعوزها المنهجي وسطحية طرحها، وتتنوع وتنشطر اهتماماتها بين عرض الأجساد والأزياء والثرثرة والصبينة، ولتحسب هذه الاستعراضات الباهتة طريقة عمل مبررة ونوعا من البراعة والحذق وأسلوب حياة سمحت به فوضى الديمقراطية التي جلبها برايمر، وهي في التوصيف السيكولوجي دالة على روح التمرد. ولكن هذه الشخصيات تفصح وبشكل ما عن كيانات هشة تعاني من فقدان الأمن وتعيش القلق والخوف مما يخبئه لها المستقبل، وتتلبسها مشاعر شح في الألفة والتآزر الروحي جراء الوقوع في تجارب حياتية سيئة عديدة يتقدمها تشوه في التماسك الأسري أو فشل علاقة عاطفية. لذا نجد نشاطات هؤلاء تعبر عن سذاجة ومباهاة وهدر للطاقات والملكيات الإنسانية. هدر الطاقات هذا يعد إجحافا وإهانة لقيمة الحياة الإنسانية وكرامتها، ويأتي ناتجا لحالة الخوف المقرون بالتخلف، وحينها يلجأ المرء للبحث عن معيار يبتعد فيه عن واقعه المرير، وهذا لن يتم عند البعض بغير البحث عن الثراء أو الرواج إعلاميا،
أي الشهرة أو ما يسمى اليوم باللغة العراقية الدارجة الطشة، وجعل الإعلام ووسائل التواصل ساحة مكشوفة لعرض العضلات والصراع لحشد المؤازرين والمتابعين. ولكن هذا المعيار أو السلوك في النتيجة النهائية لن يكون غير مظهر خارجي يخفي مشاكل الإنسان الحقيقية. لذا فالتصرفات الاستعراضية لهؤلاء تهدف في أساسها وفي الغالب إلى التستر على عقد أو إخفاء عيوب وتنفيس جراء مشاعر الكبت والقمع المسلط. الكثير من المدونات وعارضات الأزياء في العراق هن من طبقات المجتمع الدنيا أو من المجاميع حديثة النعمة التي ظهر عليها الثراء بعد الاحتلال الأمريكي واختلال وضياع بوصلة الاقتصاد العراقي، وما نتج عنه من تضخم وتكدس للثروات واتساعها إثر عمليات نهب وغش وسرقات وتلاعب بوثائق ومستندات وتجارة لمواد ممنوعة أو مهربة أو سطو وابتزاز. وإلى صحيفة العالم الجديدة التي نشرت مقالا بعنوان الحقوق الأخرى للمرأة للكاتب سلام مكي، يقول فيه: حقوق المرأة عنوان لمتن معروف سلفا، فحين نقرأ هاتين الكلمتين سيتبادر إلى الذهن حق المرأة في العمل والحرية وحقوقها المترتبة على عقد الزواج من نفقة وسكن وغيرها من الحقوق. وسوف نعرف كذلك أن ثمة جهات ومنظمات مجتمع مدني مختصة بالمرأة تحمل لواء الدفاع عن تلك الحقوق وتمارس ضغوطا شعبية وإعلامية في سبيل الدفاع عنها، حتى كثرت في الآونة الأخيرة مع اتساع نطاق التأثير المباشر لوسائل التواصل الاجتماعي ودورها المؤثر في صناعة رأي عام وإيصال صوت من يريد إيصال صوته. والمعلوم أيضا أن العديد من تلك المنظمات تجعل من الرجل ندا للمرأة، كما نجد أيضا مغالاة في المطالبة بحقوق المرأة يصل أحيانا إلى حد التعدي على الثوابت المجتمعية والقانونية وحتى الشرعية. إن حقوق المرأة كثيرة ومتعددة، وهي حقوق يفترض أن تحصل عليها دون منة أو إذلال، خصوصا وأنها تقوم بدور كبير ومؤثر في المجتمع. لكن ثمة حقوق لا أحد يطالب بها، لا الرجل ولا المرأة، وهي حقوق لا تتعلق بقوت المرأة ولا برزقها ولا النفقة ولا المهر ولا أي حق من الحقوق التي تطرق مسامعنا كل يوم. إنها حقوق تتعلق بكيانها الإنساني وكرامتها كإنسانة، تلك الحقوق التي تنتهك يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد هامش الحرية الكبير الذي أتاحته تلك الوسائل وسماحها بنشر المحتوى المبتذل والهابط وحتى الإباحي. فنجد نساءً يعرضن أجسادهن على العامة دون خجل أو حياء، ونجد من تعرض بضاعتها على الشباب. فهل المرأة سلعة كمالية حتى يتم عرضها للبيع؟ هل تحول جسد المرأة إلى مكان للارتزاق من قبل المرأة نفسها؟ ألا تجد منظمات المجتمع المدني وحاملات لواء النسوية أن تلك الممارسات تجعل من المرأة سلعة رخيصة مثلها مثل أي جهاز كهربائي أو أثاث منزلي؟ ألا تستحق كرامة المرأة أن تجد من يدافع عنها؟ ألا تحرك تلك الأفعال المشينة ضمير رئيسة منظمة أو مدعية بالنسوية كي تطالب بوضع حد لتلك التجاوزات غير الأخلاقية على المرأة؟ وإلى صحيفة القدس العربية التي نشرت مقالا بعنوان أشباح غزة في الانتخابات البريطانية، جاء فيه: حظي حزب العمال البريطاني بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية. وفي كلمته لدى توليه منصبه تحدث كير ستارمر زعيم الحزب المذكور بصفته رئيس الوزراء البريطاني الجديد عن أن العالم الآن أكثر تقلبا، فيما ربط الوضع الداخلي البريطاني بتجاهل الحكومات السابقة ملايين الناس وهم يهبطون نحو مزيد من انعدام الأمن، وفيما يتغافل الاستشهاد الأول عن العالم عن أسباب التقلبات الخارجية فأنه يتوسع في الاستشهاد الثاني في شرح أسباب انعدام الأمن الداخلي لدى ملايين البريطانيين، بحيث يبدو تقلب العالم شأنا تغيب المسؤولية عنه ويكون انحدار أوضاع مواطني بريطانيا قابلا للتفسير بربطه بسياسات حكومات المحافظين السابقة.
إن أول المهنئين لستارمر بالفوز هو رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، وهو أمر ذو دلالة. ما يدفعنا للإقرار أن إسرائيل حققت فوزاً كبيراً بصعود زعيم حزب العمال إلى سدة السلطة، فهو من أشد المسؤولين الأوروبيين انتصاراً لإسرائيل، وكان ذلك واضحاً منذ وجوده في منصب رئيس النيابة العامة عام 2011، حين سمح لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بدخول بريطانيا رغم مطالبات المنظمات الحقوقية بإصدار مذكرة اعتقال. وتجلى هذا التوجه بأشد مظاهره وضوحاً حين اشتغل منذ توليه زعامة الحزب على تطهيره من أي شخصيات تنتقد إسرائيل أو تتعاطف مع الفلسطينيين، بدءاً من مطاردته لزعيم الحزب السابق جيرمي كوربين وطرده من الحزب، مروراً بتصريحاته التي أكدت مع بداية الحرب الأخيرة على غزة حق إسرائيل في مصادرة وتجويع وتعطيش أهالي غزة. تفاعلت هذه الوقائع بقوة وتجلت في ردود الفعل الشديدة التي أبداها العرب والمسلمون تجاه الحزب الذي رغم فوزه على الصعيد الوطني فقد هزم في أكثر من موقعة في المناطق التي يسكنها عدد كبير من المسلمين. تشير هذه الأحداث إلى أن الحرب على غزة كانت حدثاً فاصلاً حرك دينامية فاعلة ضمن السياسة البريطانية وضمن المسلمين والعرب. وهذه انتقالة إلى موقع الجزيرة نت، ونقرأ فيه مقالا بعنوان: في أمريكا حملة شرسة لتجريم الهوية الفلسطينية والشباب بيتحدى، للكاتب رامي خوري. نقرأ فيه: في الأشهر التسعة المنصرمة شنت السلطات الوطنية والمحلية في الولايات المتحدة حملة شرسة لقمع النشاط الفلسطيني وتجريم أي تعبير عن الهوية الفلسطينية. امتدت هذه الحملة القمعية لتطال شتى مناحي الحياة، من السياسة والأعمال إلى المجتمع المدني والتعليم العالي والثقافة، كقمع الاحتجاجات السلمية بيد قوات الأمن وتوجيه اتهامات جزافا بمعاداة السامية للمتظاهرين، بل وبلغ الأمر حد وصف بعض الشخصيات العامة بسخرية مريرة، ارتداء الكوفية الفلسطينية واستخدام مصطلح الانتفاضة بأنهما إيماءة إلى محو إسرائيل عن الخارطة. السعي المحموم لطمس الهوية الفلسطينية يكشف عن رغبة إسرائيل وحلفائها الأمريكيين في محو الفلسطينيين من صفحات التاريخ. فبينما يتصدى الفلسطينيون للهجمة العنصرية الأمريكية الإسرائيلية، فإنهم يفرضون في الوقت ذاته نقاشاً جاداً حول الجذور التاريخية والفلسفة الاستعمارية الاستيطانية لإسرائيل والحركة الصهيونية التي أنجبتها. إن إسرائيل والصهيونية تتهاويان أمام هذا التدقيق المنهجي في أسسهما ومراساتهما، ولعل أبرز محاولات إسكات الصوت الفلسطيني تجلت في قضية ربيع غبارية المحامي الفلسطيني. ففي تشرين الثاني أقدمت مجلة هارفارد لو ريفيو على خطوة غير مسبوقة بحجب مقال كلف به غبارية، قدم فيه النكبة كإطار قانوني لفهم القضية الفلسطينية، فأزيل المقال بعد أن مر بمراحل التحرير والتدقيق والموافقة من هيئة تحرير المجلة. إن حملة القمع الراهنة ضد الأصوات والنشطاء المؤيدين للفلسطينيين ما هي إلا تتويج لتلك الجهود التاريخية المتواصلة، ويبدو أن الولايات المتحدة تتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة وتدعم سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بل وتحميها في المحافل الدبلوماسية الدولية وتتواطأ معها لتجريم وإسكات الأصوات الفلسطينية الحرة. الآن نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتير.
وإلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور حول معرض وورشة لأشهر أعمال الفسيفساء الرومانية بتونس. هنا في هذا المكان لا ينتبه لوجودك حرفيون منهمكون في تشكيل مايكروموزايك، وهي فسيفساء دقيقة. فأثناء قطع المسافة بين المسرح الروماني في مدينة الجام بولاية المهدية شرقية تونس وفضاء دار الجم للثقافة والسياحة، يخيل لك أنك تسمع ضجيج معارك ثورة قديمة. هذه الثورة التي قام بها الأهالي في مدينة توسيدريس واسمها الجم حاليا في عام 238 ميلادية ضد زيادة الضرائب من قبل الإمبراطورية الرومانية. ولكنك حين تلج بهو الفضاء الفسيح لدار الجم تجد معرضا وورشة تضم أشهر أعمال الفسيفساء الرومانية بتونس وأرقى لوحات الفنانين العالميين مثل فان كوخ وبيكاسو ودافنشي، فيما ينقسم المعرض إلى لوحات من الفسيفساء التاريخية المعروفة في تونس ولوحات مثل غرينيكا لبيكاسو والتي تعكس أهوال الحرب وما تسببه من معاناة. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.